اليوم جيت سعيدين وفرحانين ديما ماروكو، وحنا اليوم المغرب عطانا واحد الدفعه اللي هي جديده وعاود تعطينا دماء جديده، وحنا فرحانين كالشعب المغربي كامه وديما ماروكو. فيف ماروكو. شكرا لكم. كانت مقابله جيده، عجبنا المنتخب بزاف، لعبوا الكره يستحقوا، ونتمنوا ان شاء الله ندوزوا من الدور الاول، ونتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم ندوزوا. كيبان لكم يعني رجل المباراه؟ رجل المباراه كان هو زياش، كان زياش هو رجل المباراه، وكان الحكيمي، وكان بوفال الاخراج، وكان كان كل شيء كان تبارك الله في المستوى. السلام عليكم. صراحه عجبنا المنتخب المغربي بالقتاليه والروح القتاليه ديالو اللي لعب هذه المباراه اللي كانت احسن من المباراه الاولى، وكما كنا كنتوقعوا. وصراحه عشنا واحد الحماس، واحد الحماس كبير بالنسبه لهذه المباراه اللي كانت بينات بان عندنا منتخب قوي، منتخب جميل، وديما ماروكو، وكنشجعوا ماروكو من هذا المنبر. السلام عليكم. اليوم شفنا واحد الفرحه عارمه على الجمهور كما كتلاحظوا، كانت في نهايه الروعه، والحمد لله ضمننا ثلاثه نقاط، الحمد لله على الفريق البلجيكي اللي كان قوي في هذه المجموعه، اللي كانت تتصدر هذه المجموعه. الحمد لله المنتخب المغربي بان على المهارات ديالو. احنا في 2022 عندنا منتخب الحمد لله في نهايه الروعه، مزيد من التالق. فيف لو ماروك، فيف لو ماروك.